تفيش نار التفيش زرست سوق الكار احترام المرسوم واجب احترام بدون مهندسين معماريين نار التفيش بدون مهندسين سياس 224 سياس 224 سياس 224 متابعة المشاريع متابعة المشاريع مهندسي ولاية باتنا يطالبون بفتح تحقيق حول طريقة إنجاز ودراسة مشاريع الوكالة العقارية ونطالب أيضا بفتح تحقيق كيف تمت دراسة ملفات رخصة البناء التي تمر على مديرية التعمير والبناء وكيفية التأشير عليها إرجاع صورة المهندس المعماري إلى الصورة الحقيقية لها بالإضافة إلى تراكم عديد من المشاكل كنا تقدمنا إلى الإدارة بطلب اجتماع لكن الإدارة لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب هؤلاء المهندسين المعماريين اليوم راهم في وقفة احتجاجية لم يقم السيد المدير بإرسال رد فيما يخص هذا الاستشارة اللي راهي تنجز دركا في فزديس دون متابعة ودون دراسة لأنه الوكالة راهي تقوم بدراسات دون اللجوء الى مكاتب الدراسات من دون 48 ولايه دراسه تاع 100 سكن ترقوي بثلاثة ملاير يعني هما داروا القانون هذا بلا ما يعلموا الشركاء انا بالنسبه لي نقوم بالدراسه في المؤسسه نتاعي بالنسبه للمتابعه انايا المتابعه سما نستدعي المهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين وبالتالي أنا مش ملزم باش نطبق المرسوم نتاع المهندسين المعماريين.